هذا اليوم الخريفي اللي تيحمل الاسم ديال الاستاذ المرحوم بروفيسور محمد الدخيسي, واللي هو اول يوم خريفي ديال الجمعيه المغربيه للعلوم الطبيه, واللي غادي يبقى كل سنه ان شاء الله باذن الله. هذا تكريما روح المرحوم وكل ما قام به وكل ما اعطى, لا فاش كان استاذ في الكلية الطب والصيدلة للدار البيضاء, ولا كذلك ما قام به تجاه المرضى ديالو فاش كان في القطاع الخاص, وكل شيء تيتني بالاخلاق المهنيه ديالو وبالاخلاق ديالو, وكل شيء تيتاسف على الفقدان ديالو. وهنا هذه مناسبه ايضا باش نترحموا بها على جميع المرضى اللي توفوا, وعلى جميع الأطقم الطبية والشبه الطبية اللي كانوا تصدوا الجائحة واللي توفوا من جراء الجائحة. وكذلك كان من غير هذا التكريم فهو كان يوم دراسي علمي, يوم دراسي اللي كان فيه عدة أبحاث لا على السلامة في الإنعاش, كذلك اللقاح ضد الفاكسان ضد الزكام بالفاكسي غريب. وهنا خصنا نعرفوا بانه هذا اللقاح فهو مهم, وخاصهم يديروه الناس اللي عندهم اكثر من 60 سنه واللي عندهم امراض مزمنه, وكذلك الاطفال اللي فوق 6 شهور وعندهم امراض مزمنه. وكذلك كان هناك واحد كذلك واحد المائده مستديره حول اهميه ديال المختبرات الوطنيه. حنا تنعرفوا بانه الجائحه ديال كوفيد علمتنا اننا خصنا يكون عندنا اكتفاء دوائي مهم, والحمد لله المشاريع اللي عطى الانطلاقه ديالهم صاحب الجلاله فهي تتمشي في هذا الاطار, لا المختبر الكبير اللي غادي يكون في بن سليمان, ولا كذلك الهيكله ديال قطاع الصحه من اطار مشروع 0622 والتعميم ديال التغطيه الصحيه في بدايه 2023. وكذلك من غير هذا التكريم ديال روح الفقيد فهناك تسناو عده اتفاقيات, اتفاقيه مع الجمعيه ديال الاطباء الاساتذه اللي دابا تيزاولوا في القطاع الخاص ديال المستشفى ديال بن سينا, واللي بغاو يكون واحد الشراكه ما بيناتهم وبينات الجمعيه في كل المجالات العلميه. كذلك وحنا تنعرفوا باننا خصنا نشجعوا الشباب, فكان هناك اتفاقيه مع الاطباء الداخليين في المستشفى الجامعي بن رشد, واللي يشرف عليها العميد ديال كليه الطب والصيدله بالدار البيضاء, وكذلك المدير العام ديال المستشفى الجامعي بن رشد, وكذلك اتفاقيه مع الاطباء الداخليين ديال الجامعه ديال محمد السادس. وفي الاخير تم اعطاء جوائز لعباره عن حاسوب للابحاث اللي داروها الاطباء الشباب واللي فازوا بهذه الجائزات في الابحاث اللي داروا في المؤتمر الاخير ديال الجمعيه المغربيه للعلوم الطبيه. وحنا الحمد لله تنشوفوا بانه بلادنا غاديه لقدام بفضل القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله نصره الله وايده. وكذلك ما ننساوش انه كانت واحد الجائزه ديال البحث العلمي المغربي الليبي, واللي حضر فيها السفير القائم بالاعمال ديال الدوله الليبيه, وحضروا كذلك الاطباء الملحقين بالسفاره الليبيه, واللي هذه الجائزه غادي يسهر عليها وغادي يأطرها واحد الطاقم الطبي اللي تيترأسه البروفيسور زروالي نجيب, اللي هو كان عميد سابق ديال كلية الطب, وزير سابق وكذلك سفير سابق. إذا تنشوفوا بأنه هذه الشراكة
اللي الحمد لله كاينه دابا في جميع الميادين ما بين المملكة المغربية وما بين الدولة الليبية، واللي دابا غادي تزيد تنمى في الميدان الطبي، وهذا تيبين بأنه المغرب والمملكة المغربية بالقيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة فهي تتبغي تجسد هاد الروح المغاربية اللي فيها ليبيا وفيها تونس وفيها الجزائر وفيها موريتانيا. إذن فاحنا كنا شعب واحد وتنخدموا مع بعضياتنا في المجال الطبي، لا مع الأطباء الجزائريين ولا مع الأطباء التونسيين ولا مع الأطباء الموريتانيين، ونتمنوا أنه هذا الشيء غادي يبقى غادي بحال هكذا، وأنه العاصفة اللي كاينة تفوت باسكو ما يمكن ليناش نفرقوا ما بين الشعوب. ولليوم مع سعادة السفير معي نحضر في حفل التكريم وكذلك تكريم البروفيسور محمد الحسمي، ونتمنى ان اللقاءات هذه تطور بين الدولتين الشقيقتين وتدخل لنا علاقات صحيه وعلاقات مع السفاره بالدوله المغربيه الشقيقه، واحنا تربطنا علاقات ممتازه جدا، وربي ان شاء الله يكون كل شيء يدبره في خير ان شاء الله. الاتفاقيه البزال على اساس احنا نجهزوا فيها، لكن احنا حضرنا التوقيعات، ولكن لما تجهز حنجوا نعملوا فيها احتفال كبير ان شاء الله بين المغرب وليبيا.